اتركي الشهرة تتركينها. شوفي سؤال وايد صعب. شوفي، إذا أحبه صراحة إيه؟ هو أنا أحب الفن وأحب الغنى وأحب أخص عالم التمثيل ينن، وأحب الرسائل اللي قاعد تسويها وأحب الجمهور وأحب الناس، بس أنا حبيبة الحب. فإذا حبيت واحد قال لي اترك الشهرة عادي اتركها، بس بشروط. تستاهل لا مو بس يستاهل، 10 مليون دولار مهر، ومؤخر 100 مليون دولار عشان انا اكون امن نفسي. بينما تحرمني من الشهرة ومن مصدر رزقي وما امن نفسي معاك ماديا، لا ما ينفعش ما ينفعش، عشان ما افلس من الصوبين. في صراحة اكثر من هيك؟ انت قادرة ترجعي، انت ما بدك توصلي لمرحلة ما